خلونا نطلع هاي المسيره. اسمع يا البصره يا كلش ملح وعذوبه، يا البصره يا كلش ملح وعذوبه. عمي ميسان يا قرصه قمر بغروبه، ميسان يا قرصه قمر بغروبه. يلا في غار من عند هالشرف قصدوبه، والكود سود بكل وقت محسوبة، والكود سود بكل وقت. يلا وتالف الساعة لو دقت الساعة، وتالف الساعة لو دقت الساعة، وتالف الساعة لو دقت الساعة. والموصل وياها بهاي المسيرة، والموصل وياها بهاي المسيرة. اسمع والنجف يا ديرة علي محلاها، والنجف يا ديرة علي محلاها بعيد، والنجف يا ديرة علي محلاها. اي وبكربلاء باب الحضارة وبالسما نلقاها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع مشاهدينا الكرام الذكرى الثانية لانطلاق ثورة تشرين، هذه الثورة التي خرجت بمطلب عراقي واضح وهو إسقاط النظام وإنهاء حكم الأحزاب الفاسدة وحل هذا البرلمان وتعطيل العمل بالدستور الذي وضعه الاحتلال والذي صادقت عليه هذه الحكومات، وأيضا إنهاء وجود الميليشيات والسلاح المنفلت وغياب الدولة عن العراق. هذه الثورة التي انطلقت قبل عامين والتي شهدت دماء كثيرة سالت من الأبرياء العراقيين السلميين الذين خرجوا بهذه المظاهرات للمطالبة بحق مشروع كفله لهم الدستور وهو التظاهر بالسلمية للمطالبة بالحقوق، لكن هذه الحكومات التي جاءت بعد الاحتلال المشكلة من مجموعة من الأحزاب أبت أن يستمر العراقيون بمطالباتهم السلمية الحقة، وسلطت عليهم القناصة وسلطت عليهم القنابل المسيلة للدموع التي استهدفت الأجساد ولم تكن للتفريق. وأيضا كانت هناك الميليشيات والقوات الحكومية المنتشرة في كافة المحافظات التي شهدت انتفاضة وثورة وقامت بالاعتداء وقتل المتظاهرين، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 1000 متظاهر من ثورة تشرين وإصابة أكثر من 30,000 آخرين، هناك بينهم أكثر من 5,000 حالة عوق دائم بسبب هذه الانتهاكات والاعتداءات الحكومية الميليشياوية المتعاونين فيما بينهم للقضاء على هذه الثورة. مر العراق بظروف كثيرة، فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية وتبعات كثيرة أثرت على مسيرة الثورة، لكنها في النهاية لم تمت، وهذه مجرد إثباتات بسيطة لهذه السلطة الحاكمة ولكل من يحاول أن يدفع باتجاه عملية انتخابية وهمية تخدع العراقيين لأربع سنين قادمة. هذه رسالة لكل من يحاول أن يبين للعالم أن العراق بلد ديمقراطي. يقول العراقيون العراق ليس بلدا ديمقراطيا لأن الأصوات فيه تقمع، لأن كل من يحاول أن يقول كلمة حق يقتل في هذا البلد. دعونا نتابع مشاهدينا الكرام بعض المحافظات العراقية التي رصد الناشطون فيها التوافد الكبير إلى ساحات التظاهر والهتافات التي رفعت من قبل المتظاهرين. نبدأ من ساحة التحرير في العاصمة بغداد، ودعونا نتابع بعضا من هذه اللقطات التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي التي تثبت أن هذه الثورة حية مهما كانت الظروف. لنشاهد.
مشاهدينا الكرام، الأسئلة اليوم التي تطرح هي: كيف تابعتم مسيرة الثورة لغاية هذه اللحظة بعد مرور عامين على انطلاقها؟ كيف تابعتم التعامل الحكومي مع المتظاهرين طيلة هذين العامين؟ وأيضا كيف ترون بأن هؤلاء الذين قمعوا الثورة من الأحزاب والميليشيات والحكومات المتعاقبة هم اليوم نفسهم يريدون هؤلاء الثوار وبقية العراقيين أن يشاركوا لانتخابهم مرة أخرى؟ خلينا نشوف مدينة الناصرية ساحة الحبوبي، بماذا هتف المتظاهرون وكيف كان وضع التظاهرات فيها؟ إذا استمعتم إلى هتافات من المتظاهرين في ساحة الحبوبي ضد رموز ضمن العملية السياسية، زعماء ميليشيات وزعماء أحزاب يرغبون باستمرار حكمهم ويرغبون بإخضاع العراقيين لسنين قادمة. ننتقل من مدينة الناصرية إلى مدينة الديوانية في محافظة القادسية، ودعونا نتابع هناك الهتافات والتظاهرات التي قام بها ثوار هذه المحافظة. لم يستثني المتظاهرون إطلاقا أي رمز أو شخصية موجودة ضمن العملية السياسية من زعماء الأحزاب والميليشيات الموجودين في السلطة ومن يحكم العراق أيضا مصطفى الكاظمي، من هذه الهتافات والرفض لوجودهم ووصفهم بأنهم ذيول أتباع لإيران ولغير إيران. دعونا نتابع أيضا، ننتقل إلى محافظة كربلاء ونتابع الهتافات من كربلاء.
دعونا نستقبل الاتصالات الآن مشاهدينا الكرام، ونعود لنكمل متابعة المقاطع بعد قليل. نبدأ من كرار من الناصرية، تفضل يا كرار، حياك الله. نعم استاذ، اولا تحية لك ولقناة جمهور ناقدين الفضائي ولكل الكادر. حياك اولا نحب هاي السنة الثانية للتذكار حول ثورة تشرين العظيمة، تشرين التي لا تستزل في حزب سياسي ولا تستزل في كيان سياسي، تشرين التي علمت العراقيين الشجاعة، التي انتفضت ضد نظام المحاصصة الذي أودع بالبلد إلى بر الهاوية، نظام الفساد، نظام الميليشيات التي جعلت سلاحا منفرد. تشرين العظيمة التي جعلت هؤلاء الشباب ينتفضون تحقق كل شيء من حقهم ومن طلباتهم الأساسية. تشرين التي سالت من أجلها الدماء الزكية والأرواح الطاهرة. تشرين كل الاحترام له وكل التقدير اللي خرجت من أجل هذول الشباب اللي هم في رعانة الورود، اللي استقبلهم الرصاص في صدورهم العالية، الرصاص الحي اللي استقبلتهم الميليشيات، الكواتم الاغتيالات. التشرين ليس يختزلها فرد أو مجموعة، أو كل تشرين خرجت من البصرة والناصرية والإعمارة والديوانية إلى بغداد الحبيبة. تشرين عظيمة في كل الحب والاقتدار، تشرين لا نقدر نوصفها في كلمة أو في كل شيء لا نقدر نوصف تشرين. اليوم شفنا هاي السنة تشرين مستمرة على طول سنتين قضت، ولا زالوا الشباب التشرينيين في كل يوم يسوون استنكار في كل ما يبدأ في مهرجانات في كل الساحات. تشرين بعثي باقية في جميع العراقيين صوت في حناجر الأحرار. سيد كرار، أنا أشكر حضرتك من الناصرية. نسمع محمد من كربلاء، تفضل يا محمد، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيا الله ثورة تشرين، أبطال تشرين، وتبقى إن شاء الله منتصرين على الظالمين. نعم سيد محمد، والغفران حبيبي. اليوم بعد مرور عامين لا تزال دماء شهداء تشرين والمصابين والجرحى من هذه الثورة لا تزال لغاية هذه اللحظة موجودة في شوارع المحافظات التي شهدت هذه الانتفاضة، لكن حتى هذه اللحظة رغم وعود حكومات الاحتلال بأنها ستعاقب قتلة المتظاهرين وستلاحقهم، حتى هذه اللحظة والعراقيين مقبلين على انتخابات ما حد منهم وفى بوعده وقام بمحاسبة قتلة المتظاهرين. شلون يريدون العراقيين ينتخبوهم وهم ما عادوا حقوق الناس اللي سالت دماءهم على الشوارع؟ كلا للفاسدين، نعم للإصلاح. اللهم احفظ طوار تشرين وانصرهم، والرحم والغفران لشهدائهم. والخزو والعار واللعنة لمن قتل كل متظاهر، واليوم وبعد كل يوم هم جاي يلاحقون المتظاهرين اللي هو جاي يتظاهر على الحق والحقيقة. زين، ودولة ثوار تشرين إن شاء الله يكون صامدين في الناصرية وبالنجف وكربلاء، والله يرحم شهدائهم، وبالخصوص إيهاب الوزني اللي تظاهر في كربلاء وقتلوه. زين، وموجود على قدام، يعني موجودين قدام القوات الأمنية وهو انقتل، طبلة كاتم وقتله إيهاب الوزني رحمة الله عليه، وسجاد العراق وكل شهداء تشرين. سيد محمد، كربلاء قبل شوية عرضنا مقطع ترفع شعارات ضد إيران، ضد أحزاب إيران، ضد من يحاول أن يدافع عن إيران ووجودها. شنو رأيكم أنتوا أهالي كربلاء بإيران وأحزاب إيران اللي تحكم بالعراق اليوم؟ نعم كلا لإيران، نعم للعراق. الوحدة والتغيير قادم إن شاء الله، ويوم 10/10 العراق إن شاء الله راح يتغير نحو الأحسن، والخزي والعار للميليشيات والعصابات المنفلتة. شلون 10/10 حيتغير؟ إن شاء الله راح تتغير هاي الوجوه كلها. شلون؟ لأن اليوم جاي أتابع أنا بالأخبار المرجعية الرشيدة تقول لا تنتخبوا اللي كانوا بمجلس النواب واللي موجودين والمجرب لا يجرب، كلها هاي ما تريدها المرجعية. طيب منو بديلك اليوم يا محمد؟ نعم حبيبي، منو بديلك اليوم؟ ما سمعك استاذ محمد. البديل منو برايك؟ اذا 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 المرجعيه تقول لا تنتخبون المجرب ولا تنتخبون من هو في البرلمان ومن الاحزاب الفاسده، منو اليوم مرشح نزيه وطني موجود في العراق في ظل وجود هذه الاحزاب والميليشيات؟ الو، منو عندك موجود يا محمد؟ الو، ما تسمعني محمد من كربلاء؟
فقدنا الاتصال يا محمد، ما اعرف ليش ما يسمعني، اتمنى يعاود الاتصال حتى يجاوبني على هاي التساؤلات. بالنسبه لي اعتقادا انه من الاصلح للحكم، العراقيون يقولون بانه هذه الانتخابات طالما وجدت واقيمت في ظل وجود السلاح المنفلت، في ظل وجود المافيات، في ظل وجود الميليشيات واحزاب الفساد والموت ونفس الوجوه اللي موجوده من 2003 لغايه اليوم، كيف يمكن ان تجرى انتخابات عادله ونزيهه وشفافه في ظل وجود هذه الظروف الغير ملائمه؟ اليوم اللي يريد يروح ينتخب ويشارك بالانتخابات خلي يسأل نفسه كيف سيضمن أن هذه الانتخابات لن تكون مزورة وهناك ميليشيات تحمل السلاح؟ كيف سيضمن أن النتائج ستكون عادلة وهناك ضغوطات تأتي على لجنة الانتخابات، على لجنة النزاهة، على مجلس القضاء الأعلى باعتراف زعماء الأحزاب؟ غير المفروض أنه الحكومات اللي تأتي أو الحكومة اللي تأتي تنظف العراق من الفساد، من السلاح المنفلت، من الميليشيات والفاسدين، بعدها تقام انتخابات نزيهة حتى يضمن المواطن أنه صوته ما راح يروح لغيره. يا ريت يعني الناس توعى لهذه الحقيقة، مو فكرة أنه أحد يدفعني أروح أشارك بالانتخابات وما أعرف لمن أنتخب. من اليوم الوطني الموجود في العراق، العراقيين لعد اللي اليوم دي يتظاهرون اللي صار لهم سنتين خرجوا على من؟ إذا 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 هؤلاء بيهم اللي أصلح موجود بالانتخابات واللي ممكن واحد ينتخبه. ويانا اتصال زيد من بغداد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. تحياتنا لك القناة الرافدين العاملين بها. حياك، تفضل يا زيد. شلون صحة؟ الله يسلمك، تفضل. يا والله اترحم على رأس الشهداء، شهداء تشرين. نعم. شهداء المناطق الغربيه اللي راحوا قبلها من المظاهرات. نعم. الحويجه وجياله وقبلها كل شهداء العراق من 80 ولا حد الان. نعم. والله يا استاذ انا اتعجب على طرح الاخ اللي قبل من كربلاء، يقول الان هو من البارحه انا ارد اخابر بس شويه، والله صار عندي ظرف ارد اخابر على الرساله مال المرجعيه. أي. يعني انا منين اجيب لهم نزيه المرجعيه؟ اي راح اجيب لهم نزيه يا استاذ محمد. طيب يعني محمد يعني يقول محمد من كربلاء الوصيه تقول لا تنتخبون المجرب، هذا نفس الكلام اللي صار في الانتخابات السابقه. طيب منو اليوم اللي ما مجرب؟ منو الموجود من هؤلاء النزيه الوطني؟ موفق الربيعي احد عرابي الاحتلال وحكومات الاحتلال منذ التاسيس يقول لما قالوا المجرب لا يجرب مو معناها اني المرجعيه ما تقصدني. هم يفكرون بهذه العقلية، من يحكمون العراق يحورون الكلام ويحرفونه وفق أهوائهم. طيب شلون حيضمن المواطن العراقي انتخابات نزيهة وشفافة ومرشح وطني وحوالي الفاسدين والميليشيات؟ والله أستاذ محمد يعني المجرب لا يجرب هم من قالوها من قبل، لا تروحون وقال هذا بشير النجفي ايش قال؟ قال انا ازكي ابن عمار، انتخبوا ولدي عمار والمرجعيه نفسها. يا استاذ محمد، استاذ محمد احنا ما عندنا مطعم، انتخبوا المجرب بالما مجرب، كلهم مجربين وكلهم فاسدين، رحمه الوالشيخ ستارات بطر ما فيهم الشريف ولا فيهم النزيه، يعني لا. الشريف ايش عنده بنص الحرامي؟ ايش عنده بنص الحرامي يا استاذ محمد؟ نعم والله يعني عجب على هاي الناس هم بعدها ما هم مو هي المرجعية أنا بس قال كل مشارك في الانتخابات زوجته مطلقة. سيد زيد تعتقد بأنه التضحيات اللي قدمها ثوار تشرين طيلة هذه السنوات السنتين اللي مضت والعراقيين بشكل عام طيلة السنوات السابقة بالنهاية تكون نتيجتها يذهب إلى انتخابات تتواجد فيها نفس الأحزاب؟ لعد هاي الدماء السالت شنو قيمتها؟ إذا أنا أروح مرة أخرى أشارك في انتخابات موجود بها العامري والصدر والحكيم والمالكي وغيرهم؟ والله أستاذ هي أشيانة خيانة الدماء الشهداء للناس اللي ضحت وهاي المناطق اللي دمرت، خيانة خيانة للمواطن العراقي اللي خرجت. نعم. والله أستاذ محمد إذا الشعب ضحي ويمتلك ذرة من الغيرة على بلده فما يروح ينتخب، انا شخص انا وعائلتي ما نروح ننتخب بلا نوصل. نعم. سيد زيد من بغداد اشكر حضرتك، شكرا جزيلا للمشاركه. ويانا السيد ابو علي من بغداد، تفضل يا ابو علي. الله
الله يسعدك. حياك الله. شلونك يا علي؟ الله يسلمك. بالنسبة لي قال يوم الانتخابات كل الشعب يطلع ينتخب. اي كل الشعب ينتخب وينتخب الزين واللي وصلت به المرجعية الدينية الشريفة. من هو؟ كل الشعب يطلع ينتخب. من هو؟ من هو؟ من هو النزيه الوطني الموجود اليوم؟ منو؟ شوف يا الوزير يا النزيه انت انت, انت شوف شوف سيد ابو علي، بس اريد اسال حضرتك مثل ما سمعت سيد زيد قبل شويه ذكر قال وين اكو نزيه وطني يصمد ويظل عايش في ظل وجود نفس الفاسدين والميليشيات؟ منو الموجود اليوم اللي حتسمح لهاي الاحزاب انه يترشح ويفوز وياخذ منهم المناصب وياخذ منهم الامتيازات والفلوس والسلاح؟ منو اليوم اللي حتسمح لهاي الاحزاب انه يستمر ويرشح؟ سيد محمد نعم. شوف يا هو زياد البديل شنو هو؟ عندكم انتم البديل شنو؟ شوف ابو علي، الناس اللي طلعت الظاهر ليش انكتلت؟ ها؟ الناس اللي طلعت الظاهر في ثورة تشرين لماذا تم قتلهم؟ ليش انكتلت؟ 2003 لحد الآن فوق المليون شهيد. نعم. مليون شهيد على القاعدة والدواعش. اي زين سبايكر 5000 شهيد. 1700. نعم. زين ابو السيد محمد. نعم. زين قبل يومين الزيارة 14 مليون، ده طلعوها شوية خلي نشوفها، طلعوها. أنا بس أريد أسأل حضرتك أبو علي، ثورة تشرين، ثورة تشرين اللي انطلقت قبل سنتين، اللي كانت خرجت بشكل سلمي وطالبت بالوطن، قالوا نريد وطن، نريد عراق، ما بي فساد، ما بي أحزاب، ما بي ميليشيات، ما بي مجرمين. ليش انقتلوا؟ ليش تم قتلهم؟ زين احنا ليش قتلنا؟ أنا ابني استشهد، استشهد، ابني استشهد. سيد أبو علي بس جاوبني أرجوك، حتى الوقت لا يضيع. الناس اللي طلعوا في ثورة تشرين هؤلاء الشباب، شباب البلاد الحلوة، الأعمار الصغيرة اللي ما شافوا شيء لا من النظام السابق ولا من هذا النظام، طلعوا يريدون وطن، ليش تم قتلهم؟ هذا سؤالي أرجوك لا تبعد عن الإجابة، بس جاوبني. نعم ليش 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 ماتوا؟ هو أنا أسألك أبو علي، ناوي تجاوب على سؤالي؟ لو ما عجبك تجاوب على سؤالي. لا جاوبك ان شاء الله ننتخب والزين ننتخبه. ماشي انا دا اقول لك منو الزين الموجود؟ زين انت شنو ياهو عندك الزين؟ طيب. الزين ياهو عندك يونس الاحمد هم قل لي. طيب شوف بدون اسماء بدون اسماء انا اشكرك يا سيد ابو علي من بغداد، انت وقناعتك، انت انسان كبير عاقل، المفروض لديك وعي ولديك ادراك واطلاع على الوضع بالعراق. إذا أنت شايف إنه أكو زين، دل العراقيين عليه. اليوم العراقيين دا يشوفون مجموعة من الأحزاب والقتلة قتلوا الناس اللي طلعوا بشكل سلمي وطالبون بالوطن. طيب إذا هذا قتل الوطني والشريف اللي طلع يتظاهر للمطالبة بحق مشروع، حيسمح للوطني والشريف إنه يرشح نفسه بالانتخابات؟ حيسمح للوطني والشريف إنه يكون مستمر بعملية سياسية موجودة تسحب منا الأموال وتسحب منا الصفقات والامتيازات والسلاح والنفوذ والحصانة؟ هل تعتقد بأنه هذه الأحزاب الموجودة من 2003 لغاية اليوم اللي أسست إمبراطوريات من المافيات والفساد والأموال، أموال العراقيين مالك ومال أبنائك، حتسمح لواحد وطني شريف يكون موجود وياهم يرشح نفسه؟ كيان من بغداد تفضل. السيد كيان من بغداد. الو السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحيه لك كل قناتك حبيبي. هواي سالت اسئله خلنا اجاوبك وحده وحده. تفضل. ما حد جاوبك. اي اتمنى تجاوبني. خادم لك راح اسولف لك الكلام اللي يحب يجيب خلطه لو صالحه لو طالحه. اي انت سالت ليش طلعوا المتظاهرين بثوره تشرين؟ تمام؟ أي. تمام. المتظاهرين طلعوا يرزون تغيير، يرزون وطن، يرزون وطن بتعليم، يرزون وطن بصحة، يرزون وطن بزراعة بصناعة، يرزون وطن يحتضن الشهادات، يرزون وطن باحترام للإنسانية، يرزون وطن بكرامة للإنسان. لا. يرزون وطن يضمن حق الأرامل، حق المطلقات، حق اليتامى، حق هاي الناس المتسولة في الشوارع. يرزون وطن نظيف، يرزون بيئة آمنة ونقية
وشريفة يردون ناس شرفاء. نعم. تمام؟ نعم. ماشي. أنت وسأل سؤال ثاني، قلت منه منه الأصلح بذولي؟ أيه؟ على مود واحد ينتخبه. طيب. أنا أقول لك أستاذ محمد، ماكو أصلح بذولي نهائياً، أي وحدة. طيب. وهذولي ما يطلعون أستاذ محمد، ما يطلعون بالسهلة بالانتخابات وغيرها، جايبينهم 80 واحد من الدول أجانب. أيه؟ على أساس ذول مراقبين، هذول مطينهم فلوس أستاذ محمد، ذول مشترينهم وجايبينهم على أساس مراقبين. هاي بعد ما تمشي علينا هاي الكلاوات. نعم. هاي الامور عرفناها، هاي مسرحيه سيناريو كتابه واخراج مكتوبه من السياسيين ومن ايران ومن امريكا. سيد كيان اريد استثمر الوقت ويا حضرتك قدر المستطاع وباختصار اذا تمكنت. يعني الشباب اللي راحت ارواحهم وزهقت انفسهم في ثوره تشرين، والناس اللي قبل ثورة تشرين حتى كانت أكو مظاهرات، كلها خرجت في سبيل هذا الوطن، في سبيل استرجاعه من أيدي هذه الأحزاب الفاسدة، ذولا دماءهم ما لها قيمة بحيث الناس تروح تشارك في انتخابات موجودة بها نفس الأحزاب؟ ليش أكو بعد جهات لغاية اليوم تدفع العراقيين باتجاه المشاركة بالانتخابات مع نفس الوجوه، مع نفس الفاسدين؟ غير البلد يتنظف الأول بعدين نسوي انتخابات. استاذ محمد ماشي، هاي الناس اللي تحب الناس على المشاركه بالانتخابات هذول تابعين للاحزاب، هاي وحده. المرشحين ما اريد اظلم، يعني المرشحين 70% 80% تابعين للاحزاب، اقاربه نسيبه الى اخره، صديقه جوارينه، جيبه وحطه، جيبه خليه. شايف المرشحين ايش يحكون بالاعلام؟ واحد يقول راح ابلط شارع، واحد وحده تقول راح افتح معمل خياطه، واحد قال ايش تقول استاذ محمد؟ انا اقول ان اسمح لي ارجوك، انا اقول ان عيب. واكبر عيب على العشائر، وعيب على واحد يقول انا رئيس عشيره ولابس الزي العربي ولابس العقال ونايم بيته وساكت، ويشوف هاي الشباب طالعه، هاي الشباب تشنها ورد طالعه وتنقتل، وضحت ما ضحت وعانت ما عانت لاجل الوطن ولاجلك يا ابو عقال. نعم. لاجلك انت نايم، لاجل اولادك واحفادك واختك وامك وزوجتك، والأجل بيئة آمنة، والأجل أجيال، والأجل المستقبل. عيب عليكم تبقون نايمين، زحمة. نعم. عليكم استحوا يا عشائر، طلعوا وقفوا وقفة مشرفة. هذولي نفس الشيء، تتذكرنا إن شاء الله، أنا ذكرك إلى الله رادنا عدلين وطيبين. أيه. نفس الوجوه ونفس القضية ونفس الطاسة ونفس الحمام أستاذ محمد. أبد ما يتغير أي شيء، أبد ما يتغير أي شيء. أنا أشكرك. شكرا جزيلا سيد كيان من بغداد للمشاركة ويانا. السيد أبو ياسين من بغداد، تفضل يا أبو ياسين، حياك الله. السيد أبو ياسين من بغداد. طيب، فقدنا الاتصال ويانا أبو ياسين من ديالة، تفضل يا أبو ياسين. حياك الله محمد، هل أستاذ محترمين؟ الله يسلمك، حياك. أنا أبو جاسم الذهب، الفتوى ما المزهية المجربة جربة أصبحت قديمة، نعم عندنا قدوة جديدة يقول اطلعوا استقبوا ولو بها نقص. طيب. هذه المخادعة مع المزهية ما تنتهي، ما سمعنا فتوى المزهية دفاع عن العراق ومقاومة الاحتلال، ولا شفنا فتوى بحق الدماء الشهداء اللي أكثر من 300 شهيد في تشرين. هذه مخادعة للشعب أخي محمد بن كلبلة، مو لا الحكي مو لا التغيير، ما تغير شيء. المرجعية هي مشاركة بالفساد، مشاركة. طيب. بالقتل. أبو ياسين، سيد أبو ياسين، رأيك بأحداث ثورة تشرين اليوم بعد سنتين، ما تم محاسبة أي أحد من قتلة المتظاهرين، ما تم إرجاع الحقوق لأصحابها، الحكومات وعدت ولم تفي بوعودها، وتوعد العراقيين بعد على أشياء مستقبلية 100% ما راح تتحقق لأنها ما حققت شيء في السابق. هاي الدماء اللي سالت والشباب اللي ضحوا واللي لا يزالون يضحون، شنو النتيجة بالنهاية حتى يروح واحد يطمس إصبعه وينتخب فاسد؟ هذه نتيجة ثورة تشرين؟ كل شيء ما يرجعون، لا يطلعون دماء شهداء ولا يعاسبون قاتل، ولكن محمد كل الثورات هي إلا بدم، إذا ما في دم ما تنجح الثورة. فإحنا من الظاهرة من 2011 استمرينا، والمحافظات الغربية وشفت الثوابينا، بس اليوم يسعدك جدا هاي الهتافات ضد الزعامات الشيعية بالمناطق الجنوبية بالإهانة بهاي الدرجة، وشفنا الموقف المشرف فيه في الحدباء شلون بالكراسي على شعلان كريم. فهذول اللي ينتخبون نسب قليلة جدا محمد، هذا الشعب اليوم بعد ما عاد ينتخب ولا اليوم يقبل في هاي العملية السياسية، هذا الشعب انتفض وصار
ماكو. اذا شفت اكثر من 10-12% مشاركه ذاك الوقت نتحاسب، ولكن هاي الميليشيات والناس القذره الناس المستفيده تروح تنتخب، لكن الشعب اليوم قافل. وشوف اليوم مع الاسف انا اليوم اتحدث عن المحافظات الغربيه، شوف ايش قد حاطين شعارات دعايات انتخابيه للمرشحين، وشوف بالجنوب ايش قد حرزوا ومزقوا الدعايات الانتخابيه، لكن اليوم ما خلى محمد لا سبيت ما تنسوا الشوارع، لا قيل لكم الله ما تنسوا الشوارع. حاروا شو يسوون، بلكن هاي يخادعون نفسهم. هو نشوف الفوضيه الانتخابيه هي المفوضيه من ضمن الاحزاب، من ضمن الفاسدين، والقضاء من ضمن الفاسدين، بس الشعب بعد ما يلتزم لا بفوضيه ولا يلتزم بقضاء. شوف هسه شو يردون؟ اكو 3 ملايين بطاقه ما حد عندي يبون مكافاه. اللي يروح يجيب بطاقه يستلم مكافاه 10,000 دينار. طيب سيد ابو ياسين انا اكتفي وياك هنا واشكرك حضرتك شكرا جزيلا. خلونا نشوف بس من محافظه بابل هتافات المتظاهرين، وبعدها نشوف من البصره ايضا كانت هتافات المتظاهرين والثوار، ونرجع لكم. مشاهدينا الكرام نستمع الآن إلى رأي السيد حيدر من فنلندا، تفضل يا حيدر حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله أستاذ أنا حياني طبعا أي أنا صار تقريبا يعني من بدأت هي الانتخابات لحد الآن أقول إن راح ينتخبون إذا هي الوجوه نفسها رجعت. طيب يعني إلنا راح ينتخبون يعني حيرة أنا طبعا من الجنوب طبعا ماكو فرق أنت بالنهاية مواطن عراقي زين. هاي واحدة زين. هاي العالم المادة بتشرين خطية هنا نبكي عليهم دم، والله العظيم نبكي عليهم دم. هاي يعني ترى القلب الوالدة اللي موت ابنها تموت وراء يعني دول اللي قدموا تضحيات في سبيل انه يسترجعون هذا الوطن من الاحزاب الفاسده، ليش ما حد يسمع لهذه الاصوات؟ ليش ما حد يباوع لهذه الدماء التي سالت من الناس اللي اليوم بعدهم مصدقين انه ممكن اكو شيء اسمه انتخابات يغير الوضع في العراق؟ هذه الاحزاب اللي طغمت على صدور العراقيين وطغت صار لها 18 سنه ممكن تزيح انتخابات؟ والله ما ادري، العقل يختلف عن هنا. هذا حمد تعال شوف الدول الاوروبيه وين العالم وصلت، العالم شلون تفكر، احنا شلون نفكر يبلط مشارع يسوي له مستشفى. العالم وين وصلت؟ العقول تختلف هناك العقول تختلف، العقول اللي رادها يعني واحد ينمو من جديد، عقل ينمو يعني تحكي خيالي يقول لك هذا قبل ان تخافت قال انت ليش ما تجاوبني على السؤال؟ اي يقول لك ها 18 مليون راح للزياره. راح للزياره هذا الدين واحد ولد. اقول له ثوره تشرين يقول لي ليش ما تحكي عن الناس اللي انقتلت بسبايكر؟ الناس اللي انقتلت بسبايكر مسؤول عن قتلهم نور المالكي، نور المالكي رئيس الحكومه في وقتها الذي دخل في فترته او الذي ادخل داعش الى العراق، والذي سلم مدينه الموصل الى داعش، والذي سلم ثلث العراق الى داعش،
وبعده موجود وده يترشح للانتخابات وما حد يقول ليش ما حاسبته المالكي، ما حد يقول ليش ما حاسبته الصدر اللي لازم وزارة الكهرباء والصحة وعنده كذا نائب وكذا وزير على مدار هذه الحكومات، ما حد لزم الحكيم وحاسبة وغيرهم وغيرهم. ذولا اللي يمسكون بقضايا صغيرة، قضايا تثير فتن، ويتركون يتركون الجانب الأكبر والحقيقة الكبرى، أنه اليوم ذولا ما حد محاسبهم. اليوم اللي موجودين من الأحزاب والحكومات المتعاقبة لا يزالون موجودين وما حد حاسبهم، ما يطالبوا بمحاسبتهم ولا يطالب بالانتفاضة للقصاص من هؤلاء، لا، يريد يروح يشارك بالانتخابات، دا يدور على أصلح بس ما دا يعرف من هو. أستاذ محمد أسألك سؤال يا حموالديك، هو اللي تقول من يحاسبهم هم غير هم مستلمين الدولة، هو يحاسب نفسه يعني يناقض نفسه بنفسه، هم غير مستلمينها الدولة، هم غير مستلمينها يعني شو أقول لك أنا أشكرك يا حيدر من فنلندا، شكرا لك. ويانا السيد أبو ياسين من بغداد، تفضل يا أبو ياسين. السلام عليكم، تحياتي لك أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي كلمة الحقيقة مو ياهل كان يحملها، ترى الحقيقة ثقيلة. نعم. أنت سألت واحد من المتصلين، أنا سمعته، أنت تسأله منه هو قام يتهرب من كلامك. فالحقيقة ثقيلة مو ياهل كان يحملها. طيب. أخي قبل ثورة تشرين كانوا كلهم الأحزاب قيس الخزعلي ومقتدى والعامري واحد يحكي على الثاني وتشوفوني أنا زين وذاك زين، فاللي كشفتهم إنه هم إيد وحدة هي ثورة تشرين. من قامت الثورة، قامت ثورة تشرين، قامت المحافظات الجنوبية كلهم صاروا شلون الصبات، صاروا حائط واحد ضدهم، فهي كشفتهم إنه هم كلهم إيد وحدة ضد العراق وشعب العراق، وكلهم اللي تأمرهم أمريكا وإيران ضد العراق. الجهة الثانية أكو واحد اتصل أي اللي يقول الرشيدة والشسمة العمام ما أعرف شنو قال المرجعية أي مو؟ طيب أي نعم. أرد أقول له هو ما طيح حظ البلد إلا المرجعية، هذول اتصالهم بأمريكا وإيران لتخريب العراق، وهذا الكلام أنا قلت يمكن 2012 اتصلت بكم وما حد فهي الحقيقة جاي تظهر. شلون هالقناة الرافدين كانوا يتصلون بها اثنين ثلاثة يعني ناس مثقفين والباقي كلهم غلطون، فأنا مسرور جدا إنه العالم وعت إنه هاي القناة وطنية، قناة تدافع عن العراق وتدافع عن الأمة العربية وتدافع على كل شبر بالعراق الصاب أذى. الحمد لله. أنا أشكر حضرتك سيد أبو ياسين من بغداد، هذا دورنا وواجبنا وما نقدمه حقيقة ما ننتظر شكر عليه، لأنه هذا بالنهاية هو دور القناة أنه تكشف الحقائق وتقدم ما تستطيع من حقيقة للمواطن العراقي الذي لديه عقل ولديه وعي ولديه مدارك، بإمكانه أن يرى من هو الصالح ومن هو الطالح في العراق، وبإمكانه أن يميز، إلا طبعا الذين يقادون دون فهم ودون إدراك. ويانا أبو أحمد من صلاح الدين، تفضل أبو أحمد، حياك الله. السلام. وعليكم السلام سيد أبو أحمد، ما موجود سيد أبو أحمد. طيب مشاهدينا الكرام، ثورة تشرين منذ أن انطلقت شهدت قمعا حكوميا، وفي كل ذكرى من ذكرى انطلاق الثورة تشهد أيضا قمع حكومي، وأيضا هذه الذكرى الثانية ليست باستثناء، شهدت أيضا قمعا حكوميا وشهدت تفجيرات وشهدت ملاحقات من قبل القوات الأمنية للمتظاهرين وعمليات اعتداء. من ضمن هذه المحاولات طبعا لكتم الأفواه وقمع الحريات هي انفجار بساحة التحرير في بغداد أدى إلى 7 مصابين، مصادر ذكرت أن جسما مجهولا انفجر داخل عجلة كانت تحمل موادا أو مولدة كهربائية ومكبرات للصوت تابعة للمتظاهرين، أسفرت عن إصابة عدد من المتظاهرين. طبعا خلونا نشوف بس اللقطات للجرحى داخل أحد المستشفيات، ورجحوا فيها أن يكون هذا الموضوع هو هجوم بزجاجة حارقة، لنشاهد. شباب حمودي،
معنا ستة مو ستة هسه؟ مرة أم الشهيد مصطفى أم الشهيد أمير ها؟ أم الشهيد احترقت أم الشهيد كلها ما نعرف إذا كانت فعل فاعل أو احترقت المولدة. أتمنى تدعو لهم بالسلامة وهاي شبابنا. الحمد لله على سلامة على الصوت. بعد يوم جماعتنا. يلاك. زين؟ كان اذا كان الفعل فاعل او ما نعرف فجاه السياره احترقت ما اعرف ضربونا بمبة او شيء. الحمد لله على سلامة محمود. مشاهدينا الكرام نستمع لراي السيد ابو شيماء من بغداد. تفضل يا ابو شيماء حياك الله. ابو شيماء من بغداد. الله يسعدك. الله يسلمك حياك الله اهلا وسهلا. استاذ هذول اللي يحكون على المرجعيه هذول خلي يرجعون لاصلهم. من ما عفوا بس عليهم يجيبون اسم المرجعيه. شلون عفوا بس على كيفك سيد ابو شيماء؟ سيد ابو شيماء تسمعني؟ اسمعك تفضل بس وحده وحده حتى افهمك ايش قلت بالبدايه. السيد ابو اعتذر منك يا ابو شيماء يبدو هناك مشكله بالاتصال ارجو تعاود الاتصال مره ثانيه ويانا. محمد بن السماوه تفضل. السلام عليكم اخي ابو جاسم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخي ابو جاسم باليقين والتسليم وهب الحياه طعما لا يتذوقه الا الكرام والبسها ثوب السعاده حين اختار ثوره تشرين. نعم. على طاعه اللئام ونزع الذل عن حياه طلقناها بالثلاثه يوم ازفت فتكرر الاجيال ثوره تشرين عزه وتضحيه وثوره يوم رفعت في رايات الحق والعدل ضد الظلم والباطل والطغيان في صرخة مسوية إيران جو القندرة فكانت تشرين شعارا يعالج النسيان. وإذا كنا حقا على درب تشرين نسير وعلى خطاهم ونهجهم نعيش فأجدرنا أن نمجدهم نمجد مبادئهم وقيمهم ورسالتهم سلوكا وتطبيقا في ساقنا العزيز. لا. هذا ما أقول بأن قطار الربيع العربي تعطل في العراق، إنما أقصد بذلك بأن انطلاقة السريعة من محطة تونس صوب القاهرة وطرابلس وصولا لصنعاء ودمشق والخرطوم انطلاقة كان هدفها إزالة أنظمة شمولية ولم يكن في أجندات الثوار أو من قفزوا على الثورات بناء دولة المواطنة. طيب. بقدر ما أن الاستحواذ على السلطة شكل هاجسهم الرئيسي. وشكرا أخي. شكرا سيد محمد بن السماوة. خلونا نقرأ بعض الرسائل المشاهدين الكرام. يقول أحد المشاركين السلام عليكم، بالنسبة للي قال محمد وأشاد بكلام المرجعية اللي حاشريها بكل شيء بالعراق والعراق إلى أسوأ، يقول بحسب رأي المشارك المرجعية هي حاضنة الجميع الأحزاب والميليشيات وحكومتهم، وأطلب من محمد أن يذكر أسماء المرجعية الرشيدة وأقول له لو أكو مرجعية رشيدة ما كان العراق وصل لهذه الدرجة من السرقات والقتل والاعتقال الطائفي. يتساءل هذا الأخ المشارك أين المرجعية من كل هذا الذي حصل في العراق ولا يزال. طبعا في رسالة أخرى يقول أحد المشاركين السلام عليكم، أجمل وأرقى تصوير هو تصوير مراكز الانتخابات وهي خالية من العراقيين ليعلم العالم أن الشعب بريء منهم، وإلا فهم لا يريدون سوى التصوير الزخم وبالتالي النتائج محسومة. تحياتي لكم. يعني يقصد بأنه هذه اللقطات التي تثبت بأنه مراكز الانتخاب خالية. أبو يحيى يقول الرحمة على أرواح شهداء الشعب العراقي الوفي للوطن، تضحيات على مر السنين الفاتت، ثورات إخوتنا في الأنبار والموصل وصلاح الدين وذي قار وبغداد وكربلاء وبابل. في رسالة أيضا من أحد المشاركين يقول السلام عليكم، سبق وتكلمنا بخصوص الانتخابات وبلغنا بالمقاطعة، هذه الانتخابات أضحوكة وتلاعب بعقول الناس، فهي محسومة ومرتبة من قبل فيما بينهم، كل من
يصلح للبوق والتدمير وخراب البلد وعدم المسؤولية هو الذي سيكون مرشح، ولا يكترثون لمطالب الشعب، ويريدون كل من هو متفق مع نهجهم وسياستهم الخبيثة يرتبوه ويعطوه الكرسي في البرلمان. كيف تطالبون بالإصلاح في وجود احتلال؟ عليكم أن تفهموا أن العراق محتل من أمريكا وإيران الخمينية، وشكرا للناشط المدني من الأحواز العربية. شكرا جزيلا للناشط من الأحواز، وأشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.